أيها الطلبة، باسم مكونات الكلية من طلبة وأساتذة وعملاء وإداريين، نفتتح هذه الذكرى، ذكرى الاحتفال بالعلم الوطني التونسي الذي تعرض للتدنيس في صبيحة مثل هذا اليوم منذ سنتين، وكنا منذ حين رفعنا هذا العلم من جديد، وسيبقى شامخا في يرفع ويرفرف في هذا المجال، مجال العلم. وكما نظمنا كمكونات الكلية يوم 5 فيفري يوم شهيد الوطن شكري بالعيد، فنحتفل في هذه التظاهرة مكونات الكلية الأربعة من أساتذة، من طلبة، ومن عملاء وإداريين كأسرة واحدة، تفتخر بأن في نفس الوقت في هذه الكلية هناك محاولة لترقيع العلم وترقيع العلم التونسي، ولكن في نفس الوقت هناك من طلبة هذه الكلية، من طالبات هذه الكلية، هم يعني هبت ولم تستشر أحدا، وقامت بالدفاع على تونس. ويشرفنا أن هذه الكلية في كل سنة وفي مثل هذا الموعد تقوم بالاحتفال بهذه الذكرى، وفي نفس الوقت تحيي المرأة التونسية في عيدها، في هذا العيد التي تشترك فيه مع جميع النساء في العالم. هذا العيد في منوبة، في منوبة يقع التأليف بين العلم والعلم والمرأة، وهذا فخر لهذه الكلية التي تصدت للاستبداد وتصدت لمحاولات السيطرة بالعنف وتسيير من طرف قوى ظلمية لأشهر طويلة. أرادت واستبسلتم أنتم أيتها الطالبات، أيها الطلبة، زميلاتي، زملائي. فلذلك في مثل هذا إن شاء الله كل عام نعود ذكرى هذه، ويبقى تبقى خالدة هذه الذكرى للأجيال القادمة، وتفتخرون بها في ماضيكم، يعني كماضي قمتم به، وللأجيال القادمة التي ستدخل هذه الكلية، حتى تبقى دائما إرادة العلم، إرادة الأنوار، إرادة المعرفة هي المسيطرة، ولا المعرفة لا يمكن أن تكون لها موضع إلا إذا ما كانت في مجال الحرية، في مجال الأنوار. إذن تحية للمرأة التونسية، تحية لأمهاتنا، لأخواتنا، لطالباتنا، تحية لنضالكن، فبفضل هذا النضال منعتم كل المحاولات لجعلكن مكملات. وتعرفوا أنه منذ سنتين كانت هناك محاولات حقيقية لفرض دستور ظلامي، وبفضل نضالكم ونضال المجتمع المدني استطعنا أن يتجسد في تونس دستور نفتخر فيه، نفتخر يمثلكم فيه مكاسب عظيمة، فيه الفصل 46 الذي يساوي بين المرأة والرجل في جميع المجالات، وخاصة في مستوى ضمان حق والمرأة في التواجد في الهيئات السياسية. وهذا افتخار للتونسيات وافتخار لتونس. وتعرفوا أن هذا الدول القليلة في العالم عندها مثل هذه المكاسب، فهي مكاسبنا تحققت بفضل نضالكم، وسنسعى مع بعضنا لتطويرها في احتفالنا اليوم. سيحتفل على كلمات قصيرة لمكونات الكلية الأربعة، ثم نمر لعرضين سينمائيين، فيلم قصير، ثم فيلم يجسد كفاح المرأة التونسية لفريال بن محمود، وحاضرة معنا يعني أحدى، مش فريال ما نجمش تكون معنا، لكن حنان بن محمود أحدى المشاركات في صنع الشريط هذا، واللي خلت نضالات اللي تمت في السنة الماضية وتشوفوها معنا. ونبدأ أولا بكلمات للمكونات الكلية، وأولا الطالبة رجال عمري. الحمد
حابة رحب بطلبة كلية الأداب منوبة، ورحب بجميع مكونات الكلية، رحب برفاقنا كل في الاتحاد العام لطلبة تونس. اليوم مش نحتفلوا بذكرى إنزال العلم، إنما أنا حيوحة مش نفكروا الطلبة الكل النهار هذا اللي صار فيه إنزال علم تونس، علم تونس النجمة والهلال اللي يلمنا ويضمنا من بنزار بن قردين، علم تونس اللي وقع إنزاله من قبل التيار السلفي المتشدد ومن قبل طلبة الحزب الحاكم حركة النهضة. نحن اليوم نحب نقوله كامرات تونسية وأحياء واحتفالا باليوم العالمي للمرأة التونسية، نحب نقول أننا باش نتصدوا لهم مناضل ولا اثنين، طرف ولا اثنين، باش نتصدوا لهم. وراي المرأة التونسية كما خولة رشيد اللي انهارت أنزلوا العلم وقفت لهم وتصدت لهم، واللي إنسان تونس الكل باش يوقفوا لهم. نحب نقول زادة الاتحاد العام لطلبة تونس الممثل الشرعي والوحيد لعموم الطلبة باش يتصدى لهالتيارات هذه اللي تحاول تخرب جامعتنا بعد ما خربت اقتصاد تونس، بعد ما دخلت البلاد في حيط وانسحبت فجأة باش تخدم اجندتها السياسية. نشكر عموم الطلبة على الحضور ونحيل الكلمة لزميل. شكرا ممثل الطلبة. إذا أحيل الكلمة لزميل هيثم المصطفى الكاتب العام نقابة الأساتذة بكلية الآداب منوبة. تفضل سيدي. شكرا سيد العميد، مرحبا بكم الكل. يعني اليوم نستحضر معنا المشهد مؤلم، لكنه زاد فيه يعني الهبة اللي هبتها زميلتكم بنتنا الطالبة خولة الراشدي للدفاع عن حرمة البلاد هذه وللوقوف ضد الاستهتار. هو معناها نستحضروا الحادثة، نستحضروا استهتار الدولة باسم الشرعية ومحاولتها لكسر كل ما يمد لتونس بسلاح. ف معناها في استحضارنا هذا للوضعية هذيك، الوضعية اللي كانت مؤلمة اللي وقفنا فيها كل يد نتذكر انه كانوا الطلبة والأساتذة والعملاء والإداريين كانوا جنبا إلى جنب للدفاع على مؤسستهم والدفاع على حريتها وعلى استقلاليتها ضد الهجمة السوداء اللي شنتها الأطراف. معناها ما عادش الظلامية ربما ما عادش تأدي حتى شيء قيمة ما 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 وقع في الكلية. و يلزمنا نتذكر انه كل مره نحييه وهذا يزيدنا دفع على الدفاع على المكتسبات ولكسب ايضا اشياء اخرى. مش معناها ما زالت المعركه طويله. تعرفوا كلكم انه السيد العميد تحدث عن الدستور. صحيح الدستور اليوم ربما يضمن حريات ما كانتش مضمنه، لكن ما زالت المعركه طويله وتستدعي الحذر وتستدعي استحضار، خاصة هالحوادث الأليمة اللي منها حدث علم في منوبة ونحن اليوم بصدد تحيئها. شكرا. شكرا هيكل وشكرا لزملائنا الأساتذة. نعطي الكلمة لشاكر ساسي باسم نقابة الموظفين. شكرا سيد العميد، باسمي وباسم كافة زملائي أعضاء النقابة الأساسية لموظفي المركب الجامعي منوبة واحد، نحب نبارك المبادرة الطيبة، ونحب نذكر كونه العلم التونسي اللي وقع إقراره معناتها واعتماده رسميا سنة 1830 وسيد حبيب وسيد التاريخ كان يصحح لي في عهد أحمد بي الثاني، العلم بشكله الحالي صمد أمام معناتها المحاولات المستعمر تغييره يضيفوا له علم فرنسا فوقه، صمت كذلك بعد اعلان الجمهوريه وقعد العلم الرسمي المعتمد، كذلك تم اقراره في دستور غره جوان 1959، ولم يكن في يوم ما معناتها في خطر الا بعد الثوره اصبح هذا العلم في خطر،
نذكر جميعا ما حدث في مثل هذا اليوم منذ سنتين، يوم معناتها في حادثة مخجلة أقدم أحدهم على إنزاله وإبداله بشيء آخر. على كل مثل هذه التظاهرات هي مفيدة جدا لنحمي هذا العلم، الرمز في رمزيته في شكله، هذا العلم الذي يجمعنا. فمعناتها نبارك مرة أخرى هذه البادرة، وإن شاء الله في معناتها مناسبات أخرى نضالية ندافع فيها على رمز البلاد. وشكرا. شكرا سي شاكر. ممثل العملة نقابة العملة حافظ بن كحلة، واللي قاعد يصور الآن دونك يواصل في العمل نتاعو. لكل حال العملة حاضرين معنا بالنسبة للجزء الأول من الحفل. إذا بعد باش نعطيو في شريط صغير على الطلبة، ثم شريط فيه على في الأثناء وقت يبدل الفيلم نعطيو كلمات أخرى. نحب نقدم أحد المشاركات في هذا الشريط، هو تونسيات على الجبهة يعني سور لا لين دو فرون. فهذا من فضلك هذا يا حمزة مشرفكش، هذا يا حمزة مشرفكش، هذا اللي كان تعمل فيه هو تهريج وتعطيل لبرنامج متفق عليه في المجلس العلمي، ومثل هذا السلوك مدان. الآن أمام ضيوفنا ما يشرفكش وما يشرفش طلبة كلية منوبة. وعلى كل حال في الوقت من فضلك ما يشرفش كلية منوبة، قلت من فضلك إذن قلت نعطي الكلمة لحنان بن محمود باش تحكي على ظروف إنتاج الشريط هذا. عالسلامة، باش نقراكم أجواء تاع فريال اللي ما تنجمش تبدا لهنا اليوم. Je regrette de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Il m'était malheureusement impossible de venir car je suis en ce moment même en tournage au Liban pour mon prochain documentaire sur l'histoire des mouvements féministes dans le monde arabe. En réalisant Tunisienne sur la ligne de front, j'ai essayé de montrer la force et le courage des femmes en Tunisie. Elles qui ont tout de suite compris que la remise en question de leurs droits menaçait l'ensemble de la société et l'avenir de leurs enfants. J'ai terminé ce film en décembre dernier. Depuis, la constitution a été proclamée et le gouvernement changé. Mais la plupart des sujets traités dans le film sont malheureusement toujours d'actualité. Et les futures élections seront la prochaine étape cruciale. Je vous remercie d'être venu et je remercie de tout cœur toutes les femmes ainsi que les hommes qui ont participé à ce film. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم سنين الجمر، باسم سنين القهر، باسم سنين النضال، باسم سنين الصمود، باسم الاتحاد العام لطلبة تونس كممثل شرعي ووحيد لعموم الطلبة، باسمي وباسم كل الحضور تحية إلى الاتحاد العام لطلبة تونس، تحية إلى العمل والإداريين، تحية إلى كل من رفع اللاءات في زمني رفع فيها العملاء إلا راية نعم، تحية لكل من رفع لاء في زمن الردة لأن النضال الحقيقي. لازلنا في الاتحاد العام لطلبة تونس ننادي بالجامعة الشعبية، بالتعليم الديمقراطي، بالثقافة الوطنية. لازلنا نسعى للإتاحة بمنظومة إيمت التي شففت العقول وشففت المنابع والتي تركت طلبة تونس في تبعية إلى تعليم مسقط من دوائر إمبريالية خارجية. لازلنا نراهل ونكافح ونناضل ضد كل قوى الرجعية في الوطن العربي، ولازلنا نناصر كل حركات التحرر الوطني في العالم لأن النضال الحقيقي، ولأن موقفنا هو أن النضال الحقيقي يكون ضد كل الرجعيات ومناصر لكل الحكومات الوطنية مع الأنظمة الوطنية وضد كل الأنظمة التي تريد أن ترهن البلاد إلى دوائر الاستعمار. لازمنا
لازلنا هنا باقون، لازلنا هنا باقون ما بقي الزيتون والزعتر. شكرا لكل الحضور، شكرا لكل الزملاء، وأحيل الكلمة إلى الرفيق حسام. متدخل الأخير باسم الطلبة حسام العبد. شكرا لكم زملائي على الحضور، شكرا لكم زملائي لتلبية نداء الواجب. أما أنا فسأقول كتبت فلم يبق حرف، وصفت فلم يبق وصف. أقول إذن باختصار وأمضي، نساء بلادي نساء ونصف. هي المرأة المناضلة، هي امرأة الحلفة في القصرين، هي امرأة الحبوب في باجة، هي امرأة هن عاملات التنظيف، هن عاملات المصانع. هي تلك المرأة التي تشقى بدون حقوق، هي المرأة التي كبلتها الرجعيات، هي المرأة التي يريدون تسويقها لنا وليس لنا فيها ذمة، هي مرأة الظلام التي تريد الحركات الرجعية والعميلة أن تسويقها لنا. أن الرجل الواحد يمتلك 4 نساء، أي بمعدل أن المرأة الواحدة تساوي 4 رجل. هي المرأة التي أرادت الظلامية أن تسند لها 0 في مجال الحكم والإمامة. هي المرأة التي يريدونها أن تكون قطيع وراء بؤر الأموال ووراء خنازير النفط. كذلك ليست تلك المرأة التي يريدها لنا الليبراليين، التي تخدم الساعات الطوال بأجر متدني. هي المرأة التي يريدونها أن تخدم دون ضمانات اجتماعية وبدون حقوق مقنة. هي المرأة التي يريدونها في الأشهرات تبيع لهم السلع. هي المرأة التي يريدونها تبيع نفسها بقوانين بالدعارة المقنة. نحن مع المرأة المناضلة، نحن مع المرأة التي تقف في وجه الأعداء. لو النداء تم عسكيبة تكوني أنت نبض القلوب، يا أمي يا أختي يا حبيبة يا رفيقة العمر والدروب. أردت أن أصيغ إلى طالبات كلية الآداب بمنوبة هذه التحيات، لأنهن صمدوا زمنا كثرت فيه الردة، ولأنهن هاجموا وواجهوا ريح الردة. ولتذكيري فقط، لأن اليوم هي يوم إحياء العلم، ذكر العلم بكلية الآداب منوبة، حتى طلبة نخزر لهم تو وفي عينهم برشا أساء. هي ذكرى الدم، هي ذكرى اللي صمدوا فيها الطلبة، هي ذكرى اللي قاوموا فيها الطلبة المرتزقة والعملاء، هي الذكرى اللي لازم الكلية تتشرف بها، لكن ما نصيغوهاش على شكل احتفال، هي إحياء لذكرى لن تمحى ولن تنسى. شكرا لكم، دمتم على عهد. شكرا للمرأة مرة أخرى، للمرأة التونسية، مرأة تونسية في نضالها، وكما قيل النضال متواصل. وبالنسبة لليوم برنامجنا سيحتوي على 2 أشرطة سينمائية لأولاد سير، يتكلم على ما وقع في منوبة في خاصة في أواخر ديسمبر وفي بداية جانفي. تذكير وعنوان الشريط هو طالبات، يتحدث عن الطالبات باسم الطالبات. ثم الشريط الثاني هو يتحدث عن المرأة التونسية لفريال بن محمود. إذا نبدأ هذا الجزء السينمائي ثم الجزء الموسيقي اللي برمج في هذا. تحية مرة أخرى للمرأة، تحية الخولة الشيدي، تحية لكم جميعا والمرأة التونسية.